وصلت طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية في وزارة الدفاع إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، وعلى متنها حمولة تقدر بعشرة أطنان من المواد الإغاثية، والتي تتضمن كراسي متحركة وأسرة طبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. نعم، ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة. الجسر الجوي الكويتي الإغاثي مستمر للأشقاء في دولة ليبيا بتوجيهات سامية من القيادة الرشيدة التي تمد يد العون والخير لكل الأشقاء العرب ترسيخا للإنسانية التي تعبر الحدود الجغرافية إيمانا منها بالعيش الكريم. طبعا اليوم طائرتنا بعشرة طن محملة بالسرائر الطبية وكراسي متحركة وكذلك الأكفان للضحايا وأيضا بعض البطانيات وسليباق، وإن شاء الله تكتمل 100 طن من المساعدات اللي وصلت إلى إخواننا وأشقائنا في دولة ليبيا من الجسر الجوي الذي أمر به صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه. مع تواصل طائرات الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بعشرات الأطنان من المعدات الإغاثية والطبية لمساندة المتضررين جراء الفيضانات والسيول التي أصابتهم وخلفت العديد من الأضرار الجسيمة. منذ اللحظة الأولى مد جسر جوي لتقديم جميع المساعدات للكارثة أو اللي حدث في مدينة درنا، هو يعني حدث جريء، يعني حدث يعني مهما نتحدث عليه ممكن أخوتنا في الهلال الأحمر الكويتي زاروا الموقع، كان يعني أدهى من تقارير وكان هم معنا في الموقف وكانوا يعني مشاعرهم متبادلة وانهارت معنا، انهاروا معنا في الموقف في درنا. أشكر الأمير الكويتي الذي كان مد مع الهلال الأحمر الكويتي بجميع متطلباتنا في هذا المصاب الجلل إن شاء الله رب العالمين. الجسر الجوي الإغاثي مستمر من بلد الإنسانية الكويت إلى الأشقاء في دولة ليبيا الصديقة، وهذه الطائرة التي أقلعت صباح اليوم من قاعدة عبد الله المبارك الجوية في دولة الكويت ووصلت قبل قليل إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، والتي تحمل على متنها عشرة أطنان من المواد الإغاثية التي تحتوي على معدات مختلفة من كراسي متحركة، أسرة طبية وأكفان وبطانيات، وبهذا تكون إجمالي المساعدات الكويتية للأشقاء في دولة ليبيا الصديقة حتى هذه اللحظة 100 طن من المواد الإغاثية المختلفة والتي يتم توزيعها على المتضررين جراء الفيضانات والسيول تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي مع نظيره جمعية الهلال الأحمر الليبي من مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي. موفد تلفزيون دولة الكويت، فيصل الجاسم، دولة ليبيا.